السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بداية نجدد العهد لعوائل الشهداء أن نمضي على ما مضوا من أجله في تحقيق العدالة والكرامة والمساواة، وكل فخر أن أتحدث عن هؤلاء الشباب الذين ضحوا بأغلى من ما يمكن وهي أعمارهم في طريق النضال التي خرجنا فيه في 14 فبراير عام 2011. فلا بد العمل بما يليق لكل شخص ضحى ويضحي من أجل مطالبنا العادلة التي خرجنا من أجلها. فالتضحية هي نوع من الثمن الذي يقدمه الإنسان تجاه قضية ما أو مطالب ما أو مشكلة ما يسعى لحلها أو مطالب يسعى للحصول عليها. الضحية، لا يمكن أن تكون هناك ضحية دون أن يكون هناك جاني. فمن هذا المنطلق يجب أن نتحرك على محاسبة الجناة والمتورطين في الانتهاكات وقضايا القتل للشهداء وكل القضايا المتعلقة بالانتهاكات وحقوق الإنسان. من هذا المنطلق يجب أن نتحرك على محاسبة هؤلاء المتورطين، لا الإفلات من العقاب، لا إفلاتهم من العقاب دون محاسبة، دون تحقيق العدالة وهي أهم أو أقل ما يمكن تقديمه للشهداء الذين ضحوا بأعمارهم والذين قتلوا في هذا الطريق. فالمحاسبة هي أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الشهداء تجاه هذه التضحيات التي قدموها. وفي الأخير نجدد العهد، ولا يمكن أن ننسى أو نحيد عن هذا الطريق دون المحاسبة ودون تحقيق العدالة، ولا للإفلات من العقاب دون محاسبة المتورطين في الانتهاكات. مشكلة.